يعني حضرتك مؤمن بدون تطرف؟ أنا كمان كذاب، بس كذبي أخطر من الناس دي كلها. الناس بتكذب على بعض، لكن أنا بكذب عليك أنت. عامل قديس، وده حلال وده حرام، معذب روحي، معذبهم معايا في البيت وفي الشغل، كل ده كذب. لكن الحقيقة إني بحب الخطية، وكل اللي بعمله ده عشان خايف ترميني في جهنم. يعني لو مفيش ولا جنة ولا نار، يا ترى كنت هعمل نفس الحاجات؟ أنا بعد العمر ده كله اكتشفت إني ما أعرفكش. أنا أعرف شوية فرائض وأوامر ونواهي، لكن ما أعرفكش. وكل الناس دول بيتكلموا عنك وما يعرفوكش. دول يقولوا الطقوس وأسرار الكنيسة أهم حاجة، ودول الخلاص في لحظة، ودول الملء والألسنة، ودول الملك الألفي، ودول الثواب والعقاب. وكلنا بنتفق في حاجة واحدة بس، إننا بنتكلم عنك وما نعرفكش. أنا بعترف وبصوم وبصلي، لكن ما بحبكش. أنا دايما خايف منك، أنا دايما خايف منك. مشهد عبقري من فيلم عبقري بحب السيما. الدموع اللي في عينيك دي ليها كل التقدير والاحترام، كلنا نفسنا نعيط لما نسمع كلام كده. تشعر ان المشهد بيعبر عنك؟ طبعا.